السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله خير. لا. شيخنا، اشتريت أو عينت أضحية ولكن قبل العيد انكسرت أو مرضت وليس عندي إمكانيات أن أشتري غيرها، ماذا أفعل؟ خلاص، لا تجب عليك الأضحية، الأضحية أصلا ليست واجبة. نعم، الأضحية مستحبة وليست واجبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالكثيرة البين كسرها، واضح؟ وهذه كثيرة. نعم، ربي يبارك فيك، جزاك الله خير.